من حيث المبدأ دم فقيد وشهيد مازال ما جاف ما مشاحش، معناها يظهر لي نترفعوا شوية على الدخول في يعني سجلات، حابش نقول حاجة أخرى اللي مش ترجعنا للتالي مش تقدم إلى القدام. حابوا نشوفوا المستقبل، طولي صار حاجة نجم تكون منعرج خطير في تاريخ البلاد. العنف السياسي يظهر لي فما أرضية مشتركة اليوم بين جميع الفاعلين السياسيين في رفض العنف وفي رفض مداخل العنف ومقدمات العنف، اللي هو أيضا العنف الكلامي والتحريض والتشنج والخطاب غير المسؤول. حس مسؤولين حاب نقول اليوم فما 12 مقر على الأقل حركة النهضة اللي سمعت بهم أنا على الأقل يتحرقوا اليوم، فما برشا مقرات أخرى وبرشا مراكز سيادة مستهدفة، فما عون أمن سي لطفي زار ذكرت به بكري الله يرحمه أيضا ترحمه على روحه ونقدمه تعازي لأهله. البلاد اليوم في حاجة إلى طبقة سياسية مسؤولة. الطبقة السياسية المسؤولة هي الطبقة اللي تكون قادرة بالجمع التوانسة. قدرتنا باش نجمع التوانسة هي اللي مش نجم تسمح لنا باش نقطعوا الطريق مع بعض. كل نحب نفرقوه ونواصل في السياسة متاع التفريق. نحب نجمعوا لا نرضاو حرق مقرات لا الأحزاب المعارضة سامحني ولا من الحكومة فقط. سي عبد العزيز يقول لك مجلس الشورى اجتمع في دروس بربي زيتريك في الخطاب المسؤول أكبر واحد حقه يكون مسؤول لأنه مؤتمن على البلاد هو راجل الغنوش يقول اليوم قالك النهار وقت وقعت العبدلية قال فما أزلام النظام السابق هما اللي حرقوا المحكمة. يا سيدي شدهم لنا وريهولنا اللي هو زلم. البارح بركة عاود نفس الحكاية، شكون اللي قتلوا معناها يجي سي العذاري بك الحديث الفضفاض اللي ما عنده حتى معنى مسؤوليه ومنطق درا شنو ما عنده حتى معنى. المسؤول الاول على البلاد راك ماكش انت سي العذير، راهو سي راشد الغنوشي. وسي راشد الغنوشي اكبر واحد متضارب في حديثه، جاء للاتحاد قال لازم نفركسوا له مقرته، ومن بعد غدوه قال الاتحاد راهي عتيده وكذا. واللي هذا الخطاب هذا لا مسؤول هو من عندكم انتم وفي قمه نتاعكم.